طيب بص بقى، انت معكش خبر خاص ببطولة جديدة، بس انت معاك خبر حلو جديد، وده يعتبر برضو انجاز كبير. وهنقول بداية مبروك لكل الاهلاوية. احنا بنتكلم كابتن محمود الخطيب اعلن موعد افتتاح فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، ان شاء الله هيكون يوم 1/6. هو قال كده تحديدا كابتن محمود، قال هذا الفرع بيحمل رقم 4 بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ولن يكون الاخير. واضاف كمان ان الاهلي قيمة تاريخية ووطنية ورياضية منذ نشأته عام 1907، وبمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين سوف يظل بإذن الله رقم 1 وأعظم نادي في الكون. هو كمان وجه، خليني أقول لحضراتكم، يعني الشكر لمؤسسات الدولة وقيادتها على دعمها ومساندتها للكيانات الناجحة، سواء بنتكلم هنا كيانات يعني رياضية أو غير أكيد رياضية. خلينا نسمع جزء من كلمة محمود الخطيب، بس قبل ما نروح خلينا نقول مرة تانية مبروك. هذا الفرع كان يعني أعتقد ناس كتيرة جدا بتطلب إن هو يكون في فرع تحديدا في التجمع الخامس. صحيح. ناس كتيرة كانت منتظرة كمان الفرع ده يا كريم هيبقى شكله عامل ازاي، هيقدم ايه، هل هيبقى مساحته كبيره زي ما كنا بنسمع ولا لا، طب الاشتراكات عامله ازاي، كل ده بيتم، كل ده هنطلع حضراتكم اكيد عليه من دلوقتي على مدار كمان الايام اللي جايه، اللي يحب اكيد تفاصيل اكتر. خلينا نسمع كلمه كابتن محمود ونرجع نكمل. كان كبير جدا 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 جدا، الاهلي بيجي دايما في المقدمه ودايما الاهلي رقم 1 باذن الله. كلنا مع بعض هنبني الأهلي سوا، وهنحافظ على الكيان العظيم ده اللي مسؤول دايما منه اللي يكون في المقدمة، لأن ده قدره ودي طريقته اللي مش ممكن يحيد عنها أبدا. طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا في نعمه كبيره جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال، ويفضل النادي الاهلي باذن الله في المكانه اللي تليق بيه، بتاريخه، بقيمته، بجماهيره، باعضائه. النادي الاهلي فعلا قيمه تاريخيه، قيمه رياضيه، قيمه وطنيه. القيمه التاريخيه من 1907، وتاريخ النادي الاهلي يشهد على كل السنوات الكتير اللي عدت في تاريخ النادي الاهلي، 116 سنه لغايه النهارده يعني. القيمه الرياضيه واضحه الحمد لله رب العالمين، في انجازاته، في بطولاته، في كل المحافل الرياضيه اللي بيشترك فيها، في كل الالعاب. النادي الاهلي ليه دور كبير جدا في تحقيق الكثير منها من انجازات وبطولات كبيره الحمد لله رب العالمين. القيمه الوطنيه بقى، أساس النادي الأهلي وتاريخ إنشائه هو أساسه وطني. أساس النادي الأهلي النهارده مش بس النادي الأهلي ليه دور في المحافل الرياضية وفي الرياضة، لا، النادي الأهلي ليه دور مع بلده، ليه دور مع وطنه، مع شعبه. إن النادي الأهلي بتاريخه، بإنجازاته ديت، لازم إن يكون ليه دور في زيادة المساحة الرياضية من البناء. النادي الأهلي كمان ليه دور في جوانب تنموية كتير جدا، لازم النادي الأهلي يكون ليه دور فيها ويقوم بيها. بيساهم في الاعمار والبناء، كمان بيخلق فرص عمل الحمد لله كتيره من خلال المنشآت الرياضيه كتير النادي الاهلي بيقوم بيها الحمد لله رب العالمين. فرع التجمع منشأه رياضيه ان شاء الله باذن واحد احد هتسعد كل اهلاوي وكل محب لهذا النادي العظيم. مساحه النادي 50 فدان، التكلفة عدت المليار و500 مليون جنيه كثمن أرض ومباني. المرحلة الأولى اللي الحمد لله اكتملت بالكامل تمثل أكثر من 80% من مساحة النادي، وتعامل النادي كله بالشكل اللي حقيقة يليق بالنادي الأهلي بقيمته بتاريخه بأعضائه وجماهيره. أعتقد الناس كلها تسعد بيه بإذن واحد أحد إن شاء الله. كمان حابب اشكر كل مؤسسات الدوله الوطنيه وقياداتها، لانهم فعلا بيقوموا بالمسانده والمساعده في كل الكيانات الناجحه في مصر، سواء كانت كيانات رياضيه او غير رياضيه. فرع التجمع هو الفرع الرابع في القاهره الكبرى،
فرع تجمع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. النادي الأهلي على مدار تاريخه يعني جيل بيسلم جيل، ومش ده الفرع الأخير بإذن الله. إن شاء الله يكون هناك فروع أخرى سواء داخل القاهرة الكبرى أو خلال محافظات بلدنا الحبيبة مصر. دلوقتي أنا يمكن باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في النادي بنعلن موعد الافتتاح الرسمي لفرع التجمع الخميس 1/6/2023 بإذن الله وعلى بركة الله. النادي الأهلي بمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين لهذا النادي هيفضل بإذن الله أعظم نادي في الكون. النادي الأهلي تاريخ، مبادئ، تطوير. الحقيقة فرع النادي الأهلي الجديد بتجمع الخامس حاجة محترمة جدا، حاجة فاخرة جدا، إن شاء الله يكون يعني إضافة كبيرة وكبير ومحترمة لفروع النادي. بإذن الله كمان هيكون زي بقية الفروع خط إنتاج لأبطال مستقبليين في رياضات مختلفة. أنت عارف إحنا على قد ما نقدر النادي الأهلي بيحاول إن هو يكون موجود في كل منطقة، مش هقول بس يعني هقول كل محافظة كمان موجود. إحنا طبعا رحنا وكنا موجودين كمان في الأقصر وغيره وغيره من الأفرع المختلفة للنادي الأهلي. وعايز أقول لحضراتكم يعني القصة كلها في الأول وفي الآخر هي خدمة الأعضاء جماهير النادي الأهلي أو كمحبي النادي الأهلي إن أنا أكون بسهل عليهم في ناس ساكنة في منطقة مناطق معينة. ما برضو خلي بالك التجمع ناس كتير كانت هي اللي بتطلب أصلا إن يكون صحيح. في فرع هناك ده وفقا يعني مطلب كان هناك من الأعضاء من محبي النادي الأهلي أو من جماهير النادي الأهلي، فعشان كده عملنا طبعا فرع هناك. وطبعا زي ما كان كابتن محمود بيقول ده مش هيكون الأخير، مساحة كبيرة جدا بتتكلم في 50 فدان يا كريم. طبعا الشروط بقى الاشتراكات والحاجات اللي زي كده احنا برضو كنا اتكلمنا فيها قبل كده بس أكيد هنعرضها لحضراتكم مرة تانية. بس مبروك علينا، حاجة كويسة جدا. ناس كتير كانت بتسأل امتى الافتتاح الرسمي؟ إن شاء الله يوم 1/6، وهتبقى فيه تغطية شاملة كمان هتغطيها أكيد قناة النادي الأهلي. عايز أقول لك الشطات اللي متصورة تصوير جوي اللي شفناها في التقرير ده تحس إن أنت بتتفرجي على سبا منتجع. والله منتجع حقيقي بجد، والله يعني حاجة قرية سياحية فاخرة. وإن شاء الله كل رواد النادي الأهلي وكل أعضائه يسعدوا بهذه الإضافة الكبيرة.